يجري نحو 6700 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الثانوية في المدن الرئيسية لريف حلب، ويلحظ هذا العام الدراسي الحالي زيادة كبيرة في عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية، إذ يشارك فيها كبار في السن ومتطوعون في المنظمات الإنسانية وأفراد حتى من الجيش الوطني السوري. نتمنى لهم التوفيق أكيد، وتجري الحكومة السورية المؤقتة امتحانات الشهادة الثانوية للطلاب في المديريات التابعة لها بمعزل عن الامتحانات التي تجريها المجالس المحلية. حيث نفى عبد الله عبد السلام المكلف بإدارة وزارة التربية والتعليم في الحكومة وجود أي علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد كما يقول بتلك الامتحانات. نتابع هذه المادة ونعود للنقاش. حيث تقدم 1294 طالب إلى الامتحانات، طبعا توزع طلابنا على 5 مراكز امتحانية في منطقة عفرين. الامتحانات كانت مركزية داخل مركز مدينة عفرين. ينضم إلينا همام الزين مراسل تلفزيون سوريا في ريف حلب. أهلا بك همام. مساء الخير همام. الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية بإشراف وزارة التربية في الحكومة التركية، كل جهة منفصلة تقيم امتحان الثانوية هذا العام، لماذا هذا الانقسام؟ يعني شو السبب أنه كل طرف عم يقيم بمكاتبه الامتحان؟ يعني هذا السبب أيهم موضوع الشرزم اللي صايرة من ناحية الامتحانات، سواء كانت امتحانات الشهادة الإعدادية أو حتى الثانوية، أثرت بشكل أو بآخر على الطلاب. يعني الطلاب اللي تقدموا على الامتحانات اللي تتبع للحكومة المؤقتة يعني كانت بسبب دخول بفروع معينة، بينما الطلاب اللي كانوا حاضرين بامتحانات الشهادة الثانوية التابعة للحكومة التركية أو التابعة للمجالس المحلية بمناطق درع الفرات وغصن الزيتون أيضا بسبب فروع أخرى. يعني نسرد الأعداد اللي تقدمت هذا العام، أعداد كثير كبيرة كانت بمعظم المناطق. بمدينة بزاعة 485 طالب وطالبة، بمدينة الباب 830 طالب، بمدينة قباسين 330 طالب، جرابلس والغندورة 780 طالب، أيضا إعزاز 1047، رأس العين وتل أبيض يعني مقارب قرابة 311 طالب، ومارع 505 طلاب، وبالراعي 93. طبعا هاي الامتحانات اللي كانت امتحانات المجالس المحلية اللي تابعة لوزارة التربية التركية، أما بالامتحانات اللي جرت عن طريق الحكومة المؤقتة كان أيضا العدد يعني لا بأس به، يعني كان 1425 طالب تقريبا، يعني 1425 طالب تقريبا للطلاب اللي خضعوا لامتحانات الثانوية بمدارس الحكومة المؤقتة. هذا الأمر سبب مشاكل كثير كبيرة عند الطلاب، وشاهدنا يعني التفاوت بالأعداد بين الامتحانات طلاب الشهادة الثانوية بالمجالس المحلية وطلاب الشهادة الثانوية بالحكومة المؤقتة. طبعا ليش الطلاب عم تختار هاي الأماكن أو هاي الفروع تدخل عليها؟ بسبب يعني الحكومة المؤقتة عندها من الممكن أن يحصل الطالب اللي أخذ الشهادة الثانوية على فروع بجامعة حلب أو جامعة آرام أو جامعة النهضة أو حتى جامعة الشام الدولية وجامعة غازي عنتاب، بينما الحاصل على شهادة
شهادة من المجالس المحلية ومديريات التربية الموجودة بدرعا الفرات وغصن الزيتون، بتخولي يدخل أيضا بجامعة غازي عنتاب، في عدة كليات يعني جامعة غازي عنتاب بمناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، كلية التربية بعفرين تحتوي على قسم اللغة التركية وقسم معلم الصف وقسم الإرشاد والرياضيات وأقسام أخرى، بينما في مدينة الباب كلية الاقتصاد والتجارة، وأيضا في جرابلس معاهد يعني معاهد تضم العديد من الفروع يعني برمجة الحاسوب وترجمة اللغة التركية والعديد من الفروع. إذن همام الاتجاه نحو امتحانات المجالس المحلية هي الأكثر. بالنسبة للمناهج، هل لكل جهة منهاج يختلف عن الآخر أم المنهاج هو واحد بالنسبة للجهتين؟ يعني نور بالعموم ما قبل الامتحانات يعني من المفترض أن تجري في هذه المناطق يكون هناك مقررات من قبل المديريات التربية الموجودة، يعني بالتأكيد هناك اختلاف بسيط يعني من ناحية المواد والمناهج التي ستدخل في العملية التعليمية وعملية الامتحانات التي ستجري، لكن يعني في كل امتحان يجري يكون هناك يعني انقسام بين آراء الطلبة، يعني من ناحية أن الأسئلة غير واردة في المنهاج، وأقسام وقسم آخر يقول أن الأسئلة يعني جيدة وتناسب المستوى التعليمي للطلاب. يعني شاهدنا قبل أيام من الآن وتحديدا يوم الأحد بداية امتحانات الثانوية العامة في ريف حلب، يعني كان هناك انقسام كبير حول مادة الرياضيات، كانت يعني مادة صعبة جدا بحسب العديد من الطلبة. يعني ليس فقط في مادة واحدة يا همام يعني بالرياضيات، هو الموضوع كله غير طبيعي، يعني أول مرة أشوف برقعة جغرافية واحدة اللي هي سوريا يكون بامتحانين لجهاتين مختلفات، ليش ما يتم التنسيق بين هاي الجهة؟ يعني في إدلب 32 ألف طالب يعني حتى بمديريات التربية التابعة لحكومة الإنقاذ، يعني هذا الأمر يعني بعيد كل البعد حتى عن الحكومة المؤقتة وعن المجالس المحلية اللي تابعة على وزارة التربية التركية. كل مين عم يخلق يعني جهة لحاله بالتعليم وبالأسئلة حتى اللي عم يحطوه، قديش هذا الشيء عم يشتت الطلاب؟ يعني هلأ مثل ما ذكرت أنه امتحان كل جهة يخول الطالب مثلا للدراسة بجامعة كذا وجامعة كذا، هذا نحن عم نحكي داخليا. طيب خارجيا همام، يعني أي من الطرفين يؤهل الطالب للدراسة في الخارج؟ بالتأكيد الطالب الحاصل على شهادة ثانوية من المجالس المحلية التابعة لمديريات التربية التركية، يعني بالتأكيد هاي راح تكون تنفتح مجالات أوسع أمامه بالتأكيد بعد الانتهاء أو الحصول على الشهادة الثانوية. بالعموم يعني أي طالب يعني راح يدخل للجامعات التركية وتحديدا يعني جامعة غازي عنتاب كونه موجود بثلاثة فروع يعني في المنطقة في مناطق ريف حلب الشمالي والشرقي راح يخضع لامتحان اليوز، امتحان اليوز اللي بيضم مادة الرياضيات الجبر والهندسي والآي كيو أسئلة الذكاء، يعني هاي لازم يجتاز هذا الاختبار. طبعا ب 1/7/1 تموز القادم راح يكون امتحان اليوز بمناطق ريف حلب الشمالي والشرقي، بينما الحاصل على الشهادة الثانوية من الحكومة المؤقتة يعني في حال قرر الدخول لجامعة حلب كون في فروع عديدة، فروع الصيدلة والطب يعني هي غير موجودة ببعض الجامعات الأخرى في المنطقة، مضطر للخضوع لامتحان معياري. الامتحان المعياري هو يعني راح يكون أصعب بكثير من الامتحانات الشهادة الثانوية. طبعا ليش تم وضع هذا الامتحان؟ يعني بسبب اعتبار وزارة التربية في الحكومة المؤقتة أن العديد من الطلاب يعني مستواهم التعليمي لا يتناسب مع الفروع التي سيتقدمون إليها في ما بعد يعني الحصول على الشهادة الثانوية. لكن نتمنى أن يتم توحيد المناهج وتوحيد أيضا الامتحانات يا همام إلى الجهات المسؤولة، ممكن يتم التنسيق بين الجهتين، يعني لأنه بالنهاية هذا تعليم، هذا جيل رح يكون له مستقبل سوريا. يعني هي السنة كانت هناك أعداد كبيرة توجهت للامتحان، هل سبب السماح لكافة الأعمار بالتوجه للامتحانات كانت أحد الأسباب أم هناك أسباب أخرى؟ بالتأكيد نور السماح يعني كان في وقت سابق في الأعوام الماضية لحد سن 27 فقط من يسمح له في إجراء العملية التعليمية أو حتى الامتحانات الثانوية. يعني في هذه الفترة شهدنا كبار السن وشهدنا العاملين في المنظمات وحتى بعض الناشطين والإعلاميين والعديد من الأهالي الموجودين في المنطقة يعني قاموا بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية يعني في العديد من المدارس الموجودة في المنطقة. شو السبب يعني ليش فتحوا هيك لكل الأعمار؟ هل هذا بناء على طلب الناس حول انه مثلا حابين يكملوا دراستهم او هن من عندهم يعني طلعوا بهي النتيجه؟
نعم أيهم، يعني أي وظيفة سيتقدم لها أي شخص في هذه المنطقة سواء عن طريق المنظمات أو عن طريق أمور أخرى، يعني في بحاجة إلى شهادة الثانوية، شهادة البكالوريا هي أساسية أصبحت يعني في هذه المنطقة. فبالتالي العديد من الأشخاص يعني بادروا وأقدموا على الامتحانات الثانوية، حتى أن كبار السن يعني قاموا بإجراء هذا الامتحان للدخول في فروع أخرى، يعني بعد انقطاعهم لسنوات طويلة عن الدراسة في هذه المناطق بسبب الظروف التي مروا بها، من سواء من تهجير والحرب التي مرت على سوريا وكانت أضرارها كبيرة على الناحية التعليمية في عموم المناطق السورية. همام، سؤال أخير، يعني أنا بصراحة وأنت عم تحكي لي جهتين فأنا ضعت، فالله يعين الطلاب يعني عن جد. طيب هل فيه طالب يقدم الامتحانين؟ هل هن نفس التوقيت ولا ممكن يقدم الامتحانين مع بعض؟ بصراحة يعني لا أمتلك هذه المعلومات بخصوص هذا الأمر، ولكن يعني الامتحان الشهادة الثانوية التابع للحكومة المؤقتة كان في وقت سابق، يعني قبل أسابيع من الآن، بينما امتحان المجالس المحلية كان يعني انتهى يوم أمس، يعني الأسبوع الفائت. ومن الممكن أن يكون أو أن يعني يستطيع أي طالب التقديم على هذان الامتحانان، ولكن هذا الأمر يعني يحتاج أحد العاملين في المجال التعليمي حتى يشرح أو الإجابة عن هذا. التوفيق لجميع الطلاب، نتمنى لهم امتحان جيد وشكرا. إن شاء الله نتائج حلوة كمان يا رب، إن شاء الله بالتوفيق لكم جميعا. نشكرك مراسلنا من ريف حلب همام الزين.